بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، لا شك ولا ريب أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نتواجد في العشر الأواخر من رمضان، أقنق ذي عشرة ثم جاروت من رمضان. فهذه العشر هي العشر الكد والجد، بلدي مخسري ودي المعقول. فرمضان يكمر فهي أيام معدودات، أنت تحسب لك ذو ظن يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا من غنشتين ذي 10 أيام إخسن غنجتهد، والله العظيم إخسن كج الاجتهاد ما وراءه اجتهاد. شفا 20 يوم من خان غيعذون فعذو خان خط ضوا، والله ما نشاكيس نتفكا هذا غادي كور، نتفكا غا من غنش غا من غنسو، أنت تسطي الطاوله نسو على الديسك كلشي منهم غادي. إيوا لا إله إلا الله صافي خو 10 أيام يقيمن، يخصو نو يصفو نبو 60 حزب، يخصو يصفو 60 حزب، ونو تو يزيد جين شيخ هذي الزاج هذي جني عمهم غار الطاس ما يمي عقش بدا تعزم در مصحف تعدير مصحف تزج تسوماش تزج سمغا فناش تزج سيماش من داش غيني غيج الفوف كورثة دا ثقذي ستفوت سمين زيدي ثقفوت ثقفوت القرآن اللي ثقات التراويح اللي استهجد اللي يتقد زي ثاروا الناس يتقد زي يثماش يتقد زي السماش. والله العظيم يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصة الصاغم في فاوين نصيد ربي الملائكات قد تمحوسن حوسنت الملائكات خذوا ذريني ذي جان تلاوة القرآن ذي جان تهجد ذي جان التسبيح ذي جان المذكرة من دوم مرة غير تفرجن وجبوا قاهم زعما نشحسن الزاوم لا نشي مرة نذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أكين غدا الأصدقاء أكين غدا حملة كتاب الله سبحانه وتعالى السنة مرة السنة اللي تقن تهجود السنة اللي قال القرآن السنة اللي من دوم غير لكن وحفظ الله سبحانه وتعالى مرة نكين غدا المجموعة كذا غير تفرجن أثني حفظ الله سبحانه وتعالى. اللهم أعنا على ذكرك شكرك وحسن عبادتك. نشي يخصن قجل الاجتهاد مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر في حديث عائشة ميتو غيتك النبي صلى الله عليه وسلم من دوما ثلاثة يقوم أزارة ويوقظ أهله ويحيي ليله ثلاثة تغيسني كارت ثار ونس مارني تغام كان يطيق القيام تويسنك كاره كار وليد ما كاش بو يتسخو 10 أيام 20 يوم نقاث عذو 20 يوم ذهبت وحلت وارتحلت اثروح ادم اخسى ادي اجتهد الطاس يا احباب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا العظيم من دوم غيلي نتسهارة خرحش تدفاق الشغر ذوالوها قالوا نتفرج ذي اللايفات نضحاش نتق سيها سيها اودي كارق خص مش غير نفعني غلا ثنين الحروف اللي غاف غاض الف لام ميم لا اقول الف حرف ولا من حرف ولا ميم بل منهم غينا وجبوا الف لام ميم مرض الحرف لا قول جوينات ذرحاف الف ذرحاف لام حرف تجوش حم الحروف سبع عاد خانق كارت غامر مدي غار القران شويه هذيك كذلك شويه التراويح هذيك شويه التهجد هذيك كان ذي غزار من غيك قا ايام معدودة قبل ما نندم قبل ما ذي في رمضان نندم. الله يجزيكم مرة من دوم غينيغ ايج النصيحة ان الشبع ذي ذي جوكا ذي حبيب النير اذا يضي تفرج نخو مرة كل جمسي كيشاق تقول لي ذي النغضاش ذي اللي كبداني كل جلماني نتحية مرة اذا غي تفرج نقارهم من الشقورة نجدو ماثوم وخلق الإنسان ضعيفا نشين مرة ضعفاء نشين مرة ضعفاء من غنقذاني تيت إخصن غكار نجتهد أنا ودي المعقول.
والله الا نور ديال المعقول تغزى اشحيت من التاريخ دي اسبانيا شن 87 من 65 دي ايطاليا دي فرنسا تغزى دي ايثما ثناغ دي تخوان سولا كيسان نضحشا كيسان تغي ما كيسان عنا اقش تغزى نشين الله سبحانه وتعالى يعني ينقضي العمر انشتي هادي خصنا نسكن الاهل النار يخصنا غنكن حن الزرد تنعب ديت يخصنا بلا ما ديك شويه النخاع واني غاتجي شي هي الناس ديال المغرب اش ندير الشكسوات المعثاق هادي زكا شويه زكاه الفطر تدي السكي قبال المهم كل يا احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله العظيم عندهم غينيغ 10 ايام خصها خسنرو واقش والله العظيم وجبو رياء اني فاقا اتظاهر فقط بل قاغاهم زعما قش من يفغ رمضان يفغ رمضان شتي نعزون والله الا نعزو اذا نض عاد تو غنقارس مرمي تغيس رمضان نخو من نقا مهلا رمضان مهلا سبيد سبيرا سبيرا غايح ايح حولي سبانيت قرا سبيرا يا خي كيغدر نيسبوني هذا نيتيت عندش غيني سطليمات وسيمسدا سقانقع فرانسيس سني لست مزيق شوي شوي مهلا رمضان تحلى عنا رمضان ايوا قبل اما قبل رمضان ما يجمع الكتاب ديالو ويعرج الى السماء ويذهب باعمالنا ويذهب بتهجدنا وصلواتنا خصنا نكثروا خصنا نكثروا اعمال الجلية الأعمال العظيمة لكي يتشهد علينا يوم القيامة أين خيك والله إلا كل شيء ده غيقيم كل شيء ده غيقيم داني تيت طوبى وهنيئا لمن عبد وطوبى لمن قرأ القرآن وتيم سبح وتيم الطوبى لمن أنفق وطوبى لمن ذكر الله سبحانه وتعالى الطاس النحويش أني يدغفك يوم القيامة ذي القبر مش غينفع واش ينفع ولا ذي جن واش ينفع ولا ذي جن حاجت تمنية الناس نغذي قرين الناس نغذينا إلا ما قدمت إلا ما من تقدمت وما تقدموا أقدم يخفن شو تقدموا من خير فالي أنفسكم الله ما يبنى هذا من يغيوين يغيوين يشاك وليدي إخساش تقدمت شن حاجت يوم القيامة أخاك الدفع إخساش اتقد شن حاجت الله سبحانه وتعالى مش خاص تبض واش قرص استمازيخ تا خاص تبض اتقد تسجيل الله سبحانه وتعالى باش تزيد تدعين شن حاجت قرص مثلا يا سيدي رب العالمين ققي غير خاله استجبيه دي مسلاشتا يا رب العالمين ققي نهار قيام الليل ققي خفين ققي خفين استجبيه يا سيدي رب العالمين من دوم غيني بلادين والله العظيم دي نشين غان غنهارا جيل 22 جوروبا السعودي الدول الناني غاس جيل 23 ربما هي ليلة القدر ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر يمقى ليلة القدر ليلة القدر أي لها قدر وشأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى عسج القدر مغار الطاس وما أدراك بغات تورد القرآن إنش وما أدراك سنديلة حاجة نقض مغار الطاس ليلة القدر تغزى قش المخي عظيم غذين تتأذي مدي 60-70 وقليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قليل من يتجاوز ذلك 60-70 انت ليلة القدر تشاج ديال حساب ماتيماتيك مالذ قيدس ألف شهر شهر تيش تشجد كما في علمكم 83 سنة فاصلة 4 شهور أو كما قيل 83 بعض الفواصيل ما نسو النس زين غير غي يعيشن 83 سنة يخص من غنك يخص أنكار شمار أنكار قيام الليل ذي يقصدوا من ذي الدول سكندينافيا والله ليه هنا تقل قيام الليل ما يمي غاس ندين الليل 4 ساعات إذا جيت دايس مدوم غير تنقى دايس تفوشت تقد جي دايس تفوشت دايس المغاب دايس العشاء دايس تشويت أتصحى درفجة 4 ساعات
والله الا قيام الليل يهوان ديني دي الدول سكندينافيه، واخا الشندة ديال المغرب والله الا يهوان من دون غيرها يهوان. ما يمي عاد قاعد تشد شويه، عاد تسبح شويه، عاد شتي النار كاعين، ثم تسيغي القران تسبح، اقشي يود رفجان، يود رفجان، اتكاد اتزج رفجان، اتحف تصد تزي خارت الغا حيد عشرة نار ركاعي غواني العشير، مش تقد تقضي ذي التراويح، تقد تقضي التراويح، تقد تقضي وينه حيد عشرة نار ركاعي، مرة تقد غات سيغي من حيد عشرة نار ركاعي، تروح ضغط تصد اخمي تقيد قيام الليل، جيت مش تقيد قيام الليل، ولكن شنو خصبوني لي يمو، خصني نزيد المجتهدين، خصنا نكونوا من المجتهدين، نجتهد ونكد ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل، من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يحيي كاي كاي الليل نسي كبر طويت 20 في 20 الأول ديال رمضان، كان يخلطها بين نوم وقراءة وتسبيح وتهجد وقيام الليل، كان يخلطها، كان كيخلط شوية بشوية، ولكن غير دخل 10 كان يشد مئزاره، وشد المئزار مو كان شد المئزار سمازيغ تنشي قارس يتقاس يبكي يتقاس بياس يمحض يمحض ومثقال يمحض إلا شن حاشث اتيريان ثقوا وجبوك اكسيد اكسيد غاس القوه غاش نحاش طمزيت، لا اكسيد القوه غير حاش تبقى 83 سنه، 83 سنه ابو واش تغيب شن اخويا خالد اخويا منعم اخويا عبد السلام اخويا يوسف ينوب واش تغيب شكون غادي يعطي لك السي ايوب، شكون غيقول لي سيدي حسن نق واش غيقولك 83 واش بالريشه واش عرفت 83 سنة، واسي محمد بوذي شغيف السي فلاحينو واسي بجديد بوذي شغيف 83 سنة، السي حافظين الله رحم الوالدين نيوا إلا الله سبحانه وتعالى، تيني مسك الشاري كان يشغيف 83 سنة كيج النهار، الله ما تزعل أمريكان نقد بريطانيا نقد وريمانش نقد النرويج، والله ما 83 سنة، وخميت الزجد وخميت عبدين وخميت زمد وخميت قيام الليل، والله ما تزال هذا الأجر لا يوجد إلا عند الواحد الأحد إلا عند البارئ سبحانه سبحانه، لا إله إلا الله، تزيد ديك الأجر يومين داك يخصن يخصن غنذكر يوية يخصن غنقرا القرآن يخصن غنعبد بس وحفظ غبو القرآن، لا أكا غتحفظ قل هو ني. الله أكبر الحمد لله ولا الضالين قل هو الله أحد شت تعاود تعاود تعديل ثلث القرآن تقعد غاسل ثلاثة إيمان يقش هستين حزب تغزر وده شي زمان لا تتكاسل يخص شوية تكيسيل تنضع مرمي حماية عذو حتى يفوت الفجر غادي تسحر وتصلي الفجر عاد مشي تنعس على الناس انش بعدا يجد مسكين انش قان جاون يد السكون در اقتا كين غدا مسكين ديال اللايفا اقتا كين غدا نتيتين ديال السعاد قون در تجارة ما تتصد اتجاون ديال اش موني غزدي ساع من داش غاين قاد ربي رجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت اشين الله سبحانه وتعالى كلا والف كلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. إني سقينا الله سبحانه وتعالى ألا صافي فات الفوت والطاس والو ما كتساش. إذن في رمضان عندنا واحد الفرصة غنغج الفرصة في مغارة الطاس من تعنى أنه بنادم يتغيم يتغيم أقش كنقيم تغزى والله إلا نقيم يوم خاصة وني غرين شوية توري وذن الأغلبية الشباب دي كان غرين سنقل على القرآن على الآخر يخصش صفر 60 حزب وأكبر العذر والله ما غاك العذر قاقش هذا وجبتش شتي قنعاود والله يقوله لك الرحمن الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز؟
يقول: فقرأوا ما تيسر من القرآن. قرأ الله سبحانه وتعالى الغوانس مباشرة، علم أن سيكون منكم مرضى، حاس أن يكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قال الله سبحانه وتعالى: بالذين قهر شاق ثم الذين يوقع دماغ قد تحرق ضبيب وقد تحت بيكاغي وقد تحت دماغ وقد تحت مسحر وقد تقر تحرق اشيني غواخ. ومن بعد ونا شيني ايه وقنش سيدي قرن، انا كنمشي نجاهد في سبيل الله، كنهز السلاح كنهز السيف كندير هادي كندير هادي. ولكن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ قرش عالم، أي السان في علم الله سبحانه وتعالى الأزلي، عالم أن سيكون منكم مرضى، السان بالذي آخرون يضربون في الأرض تحت خدمين تقين المهم التمارين يضربون في، وآخرون يجاهدون في سبيل الله. بما توصينا يا رب ميز غاتوصي توصي نخشن حاشد من غنك، راح نطس أنا حنخدم راح لا. فقرأوا ما تيسر منه، أي الضمير يعود إلى أقرب مذكور، أنه قد ذكر القرآن قبيل هذه الآيات. فقرأوا ما تيسر من القرآن، أم زوار ثم عطف عليه بهذه الآية، فقرأوا ما تيسر منه. وعكبوا العذر، نشو عربوا العذر، شكو عكبوا العذر، هذه ثيني ذلق احفظ الفاتحة، احفظت الفاتحة واحد تقول هو يبقى بقى تكررها بقى تعاودها بقى ديرها حتى تكتب عند الله سبحانه وتعالى، ويقول لك الله سبحانه وتعالى: فقرأ ورقة، مقن ورقة يوم القيامة، شنو ورقة؟ أقعد في درجات الجنان، في درجات الجنة، فإن منزلتك المنزلة النش، إلى آخر آية تقرأها. يوش تصور خو تقعد 60 حزب، قال 60 حزب او يوم القيامه، عشان الله سبحانه وتعالى هو غار سيدي خالدين، وغار سيدي ابراهيمين، وغار سيدي يوسفين، وغار سيدي حافظين، وغار سيدي طارقين، وغا غير قرا قرا سيدي عبد الله، قرا قرا اخويا منعم، قرا اش غادي نقرا؟ فان منزلتك الى اخر ايه تقراها، المنزله ديالك في الجنه على حسب كنت تقراها في الدنيا. اللهم اجعلنا ممن يقرؤون القرآن آناء الليل وأطراف، نجنحش والله إلا مجربة أكسي تخافي وقيل، ولكن ما رجعت والله إلا قرآن نتجيرث سواس ما يمي لسيج الحلاوة ويجدق الإيمان يدي تسنخ من قال القرآن سجيل. وإلا قولوا لي لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن القرآن، من إن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا من غير القرآن، من غير غلا، أين ياسين يا رب منعته النوم بالليل، قال الشيخ بريضس ما يقيم من قا يقيم من التهجد يقيم من السبح تغزى، فيشفع له القرآن. اللهم شفع فينا القرآن، وإلى كل من يستمع إلى هذا المقطع، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل الله وخاصته يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا من أهل القرآن منهم من غينيغ أي ثمينو عزن خصو خو متك الطارق. أنا حنزد شوية، هذا ليس رياء والله ما رياء ولا ون، أنا حنزد شوية نوضو، أنا حنزد باش أنيري زقو ذاني: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، باش ما نكونوش من هذوك الناس اللي كيقولوا ما لا يفعلون. لا يخص أوري غثينين يخصش الزي ستقل الزي ستبقى ما يمي، لأن يوذان لا ينبغي يوذن وغزان بومين تقاد قام الشحيقان، مش حد ديال العلماء، مش حكاين تما ديال العلماء وكاين ديال الفقهاء ديال الشيوخ، كل يدلو بدلوه. مرة تقن قان العلم دوينات، ولكن يؤخذ العلم من أفواه الرجال ثم زوارد، ثم على حسب ميت تقد شاك يوذن قرزان الأفعال نش وغزان والأقوال نش الأفعال نش إيش غيسبينن غيوذن بأنه هل تعمل ذلك
في سبيل الله أم رياء ورئاء الناس. اللهم لا تجعلنا من المرائين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين يا ذا الجلال والإكرام. قبل غنختم يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذنتي إيش فاميليا النق دي الجارية الليالي العشر الأواخر يتتعلن الدعاء إبابس دي ماسي الله إبابس مشي مبود مسكين دي رمضان دي سيمانية. اللهم جدد عليه الرحمات والنظرات وفرش له من الجنة، اللهم اعتق رقابه ورقاب آبائنا وأجدادنا من النار، اللهم اجعلنا في عباده المقبولين، اللهم اجعله من المقبولين، انتبه بزدي الناس اللهم اجعله من المقبولين، اللهم حرم أجسادهم على النار من أهل الجنة يا ذا الجلال والإكرام، إنه الولي ذلك والقادر عليه. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة نذا غتفرج نداس سواء خالد نيغ ميمون نيغ سيدنا سليمان حيث مغار سيدنا سليمان ينو، الله يحفظكم الله ينوركم سيدي عزيزينو، كذلك مرة نذا غتفرج إبراهيم زي هولندا السويطارينو طارق السيد عبد الله المنعم السي يوسف النغ، مرة نقارو مجد التحية سيدي حسن نقارو مجد التحية ثم غرطاس. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.